في التالتة شمال بنهز جبال وبأعلى صوت بنشجع الأبطال. الله يا أهلي، هو ده الأهلي، هو ده جمهور الأهلي وكبرياؤه بكرته الحلوة بالمكسب الحلو. احنا بنحب ونعشق النادي الأهلي علشان معودنا انه في المواقف الصعبة دايما بيقدر يعدي منها بكل بساطة وأكتر قوة. خلينا نقول ان دي بداية سنة جديدة سعيدة مع النادي الأهلي. ألف مبروك لينا كلنا، لكل جماهير النادي الأهلي. فوز امبارح ان شاء الله اللي جاي أقوى وأحسن، لكن خلينا نقول ان فوز امبارح كان غالي جدا 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 على قلوبنا، لأنه كلنا كنا مستنين الماتش ده انه يرجع الأهلي للمسار الطبيعي ولمكانه الطبيعي في صدارة الدوري.